ليش البعض يذبها بخانة القائد العام للقوات المسلحة، بخانة المسؤول عن قاعدة سبايكر، بخانة قائد العمليات؟ يعني عملية النظام العسكري اللي مأخوذ أنه الآن متداول، وهذه طبعا ترويج للحقيقة. أولا القائد العسكري اليوم، نعم أنا ما أستبعد من خلال الملفات، وكان الأستاذ معين الكاظمي في وقتها يعني رئيس اللجنة، وتحركنا إحنا في ذاك الوقت حقيقة على القصور الرئاسية بعد التحرير، اكتشفنا قضية غريبة أنه مشتركين بالقضية من الجيش العراقي مثلا مشتركين بالقضية من أهالي المناطق القصور الرئاسية. المنطقة هي بحد ذاتها طبعا قصور رئاسية للمقبول صدام كانت، وبالتالي هي قريبة جدا على نهر الفرات. الموضوع بي بأطرافه طبعا أكو أطراف، والأطراف كانت موجودة. كان المفروض الجهد الاستخباراتي في القاعدة نفسها، يعني قاعدة سبايكر، كان المفروض هنالك استخبارات قوية، وبعد طبعا تعاون أهالي المنطقة